انت ليش لبنانية؟ انت مع او ضد عمليات التجميل؟ شخصيا انا ما بحب اعمل شيء بحالي، ما بحب غير شيء بحالي، بس مع عمليات التجميل للناس اللي هن بحسوا انه عن جد هن بحاجه يغيروا شيء بمظهرهم ليحسوا حالهم احلى وليزيدوا ثقتهم بنفسهم. فانا مع عمليات التجميل اذا حدا بحس انه هو بحاجه. انت عم تغني بالدرج، ما في حدا اشتكى من شيء لحد هلا؟ ولا مرة حدا اشتكى، بس مرة كنت عم غني وكانت الساعة شي 10 بالليل أو 11 وفي جيران فوق هيك فتحوا الباب بسرعة وسمعت حدا نازل على الدرج هيك بعصبية، فقمت أنا شوي شوي فتت على الباب وسكرت الباب وفتت ولا كأنه صار شي. فبعد 3 ثواني بيندق الباب، أنا هون قلت شو بدي أعمل؟ فتح لهم الباب وبكل عيطة وبهدلة ولا بعمل حالي ما سمعت انه حد دق على الباب؟ فأكيد عملت حالي انه سمعت انه دق الباب وفتت نمت ولا كأنه صار شيء، بس قلبي كان عم يرجف اكيد. شو تخصصك بالجامعة؟ انا خريجة سينما وتي في، يعني اخراج سينمائي وتلفزيوني بالجامعة اللبنانية. شو اللي مكتوب على كتفك؟ مكتوب اسم ماما فريال. شو اكثر موقف محرج صار معك؟ اوكي، كنت انا بفرقة دكة وكنا نتبارى على صعيد لبنان. حفلة من الحفلات كنا عم نرقص وفي جزء بده يحملني رفيقي ويبرم فيي، فحملني وفجأة اللي قدامي بتوقع، فأنا من الضحك صرت أضحك 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 أضحك، فما بقى سيطرت على أعصابي وعملت بتيابي. وقلت له للرفيق اللي كان حاملني وصار يضحك معي على المسرح، وبس خلصت كنا باخر الرقصة فوتني هو حاملني على الكواليس وكبني بالحمام قال لي انت وحدة قرفي، بس انا كنت بعدني عم بضحك من الموقف انه كيف وقعت قدامي رفيقتي وما عم بقدر استوعب شو عم بيصير معي، وعم يطلب ما تتركوني هيك لحالي بالحمام وكله عم يضحك علي. فهذا من اكثر المواقف المحرجة اللي صارت معي. لو انفتح لك مجال انك تتمني، شو رح تتمنى؟ بعتقد الانسان بتتغير مطالبه او احتياجاته مع الوقت، فيمكن اتمنى شيء بعدين ما يكون بقى بدي اياه. ف بعتقد انه بتمنى ضلني مرتاحة مبسوطة عايشة بسلام داخلي ويضلوا اللي بحبوني وبحبهم بحياتي، كل شي غير ما بهم قدام هول الاشياء اللي قلتهم هلا. بتتحممي بمي باردة ولا سخنة؟ بتحمم بمي عم تغلي حتى بعز الصيفية، ما فيي لانه قلبي بتلج، فهيك بحس براحة نفسية أنا بتحمم بمي كتير سخنة، ودايماً بخلص المي سخنة من الأذان ودايماً باكلها بهدلة و story of my life. شو اسم الابليكيشنز اللي بتاخدي صور فيها؟ بليز ردي على سؤالي. أنا عادي باخد صوري بالتليفون وبعملهم edit على بيكسلر وعلى فيسكو كام، هولي أكتر 2 apps بستعملهم. ليه الفيل ما بيقدر يتزوج النملة؟ لأنه بيفعصها. قدي عمرك؟ عمري 22 سنة وبيصيروا 23 ب 25 أيلول. أيلول يعني سبتمبر شهر 9. تابعوني أبيع فلافل. لما تقري كلام نقد جارح إليك أو لأهلك بتتضايقي ولا بتاخذي الموضوع بشكل نقد إيجابي؟ ولما شخص يسبك بالتعليقات بتحذفي تعليقه ولا بتخلي كل شخص على تربيته؟ عموما أنا كتير بحبك، الله يوفقك. صراحة قليل ما يأثروا في الكومنتات البشعة، الكومنتات الحلوة أكيد بنبسط فيها أكثر من البشعة، بس البشعة ما بخليها أبدا تأثر علي لأنه هيدا دليل على تربية الشخص اللي عم بيقول هو الكلمات، وأنا ولا بحياتي بفكر أحكي شيء ما منيح أو أقول شيء ما منيح بكومنت لحدا لأنه تربيتي ما بتسمح لي، وبعرف إني إنسان ما بحب يجرح مشاعر الآخرين ومني معقدة من جوا تفش هيدا العقد بغيري، فبعرف من النابعين هول الكومنتات البشعة وعادة يعني ولا كأنه شفتهم، بس النقد البناء
يلي فيه هدف من وراء إيجابي أكيد بفكر فيه وأكيد باخده بعين الاعتبار، وممكن غير شيء فيه من وراء هذا النقد لأنه بكون هو شايف هذا الإنسان شيء أنا ماني شايفته، فبحاول أستفيد من النقد أكيد قد ما فيه. في مني كعموز؟ لا أنا بجي بس على فريز. أنت ليه حلوة؟ عشان أكلك فيهم. أنت دودة؟ إيه؟ مين أسرع الأرنب ولا التفاحة؟ أكيد التفاحة. شو أكتر سؤال كان غبي؟ سؤال اللي قبلك. شو بتفضلي تعملي كل حياتك شوبينج فور فري ببلاش ولا تاكلي قد ما بدك بدون ما تنصحي؟ أكيد أكل قد ما بدك بدون ما أنصح. لو فيك تختاري اسم غير مينا شو بيكون؟ سعيد. وشو أحلى اسم للصبيان برأيك؟ مينا. نزلينا صورة قبل ما تعملي سالكن لشفافك. لما كنت صغيرة لأي شخصية بأفلام الكرتون كانوا يشبهوكي. لما كنت صغيرة كنت أنا كتير ضعيفة ودايما أعمل جدولتين، جدولي هون وجدولي هون، فكانوا يشبهوني كتير لزيتونة مرتو لبباي. إذا كبرتي بالعمر وراح شعرك هل بتفكري تستعيني بشعر حواجبك؟ أكيد أكيد. هولي كانوا الأسئلة على إنستغرام، إن شاء الله تكونوا بسطتوا بهذا الفيديو. بلاقيكم بفيديو جديد يوم الجمعة. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك هذا الفيديو إذا حبيتوا أكيد، وشيرت كمان إذا حبيتوا، وبس I love you guys so much. بلاقيكم يوم الجمعة. باي.